يلا اخوان السلام عليكم حياكم الله اخوان. هانتم كما كتشوفوا الاشغال يعني راه جاريه على قدم وساق، يعني كنا في كل عزله على هذه المنطقه هذه، يعني في نظرا هي بالحاد ديال هذه الجماعه اللي ما كت يعني ما عندها حتى شي مصلحه يعني بهاد الناس هادو اللي يعني هملهم واحد الدرجه كبيره. نتمنى ان شاء الله ان غنديروا ان شاء الله ان يوصل الصلح بسهوله يعني في هذه المنطقه هذه ان شاء الله تتعز على هاد الناس هادي. حتى ما كتشوفوا الاخوان يعني كاين اللي جا من داخل المدينه ومن خارج هنا بالباديه، وكاين الناس اللي خارجوا من الباطا. الحمد لله يعني كلنا يد وحده، وهاد الصدى هادي اللي ما كانش خاصني نهزها انا، كان خاص المسؤول هو اللي يهزها اولا باش حنايا نطلعوا نخدموها. والاخوان يعني موجودين معنا هنايا. السي عسلام قول شي كلمه. تفضل السي عسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحيه للاخوه الكرام اللي في هذا المنتدى، وتحيه للناس الحاضرين وتحيه للناس اللي خارج الوطن وداخل الوطن. الاخوان الكرام كما كتشاهدوا انتم كتشوفوا الناس المواطنين كيقوموا بواحد الاشغال وكيقوموا بواحد الدور كبير اللي بغيو كيفكوا العزله على الساكنه، لان ما الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني رحمنا بالمطار، وكانت المطار يعني غزيره وقويه جدا يعني، وقع بعد انفجارات في الطريق اللي ما بقاش المفرد تسدد علينا العزله يعني. والحمد لله هما كيفكوا العزله، وكنشكرهم وكنحييهم وكنحيي جميع اللي حضر، جميع اللي ساهم يعني، والناس اللي عندهم غيره على كما كتشاهدوا شوف المواطنين وشوف الشباب اللي عندهم غيره على الوطن وغيره على البلاد، وكنحييهم يعني تحيه كبيره، لان ما الحمد لله كيقوموا بواحد الدور كبير كما كنقولوا. هما ها انت كتشوف كما كتشوفوا جميع الاخوان يعني كيقوموا بالاشغال، ويعني وهذا الشيء في الحقيقه الجماعه اللي خصها تقوم بالواجب ديالها، ولكن الحمد لله الناس الشباب غيورين وعندهم غيره على البلاد ديالهم. وهذا الطريق لو كان ما كانش المواطنين شادين في الطريق وكل عام يعني كيضحيوا وكيساهموا بالاصلاح ديالها، يعني كراه يعني كرهنا في عزله كبيره. ولكن الحمد لله الشباب والناس المواطنين كما كنقولوا قايمين بواحد الدور كبير في الغياب ديال المسؤولين. الغياب ديال المسؤولين الصراحه ما قايمين في الدور ديالهم، لان ما تراكس من كاميو الجماعه يعني كانك ما كاين ما يدار. وحنا هانتوما كتشوفوا كما كتشاهدوا السي محمد على السكينه. انا كنشكرهم من هذا المنبر وكنحييهم تحيه كبيره، وتحيه للناس اللي يعني اللي عندهم غيره خارج الوطن ولا داخل الوطن. وهذا الشيء اللي غادي نقول، وشكرا شكرا 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 السي محمد. قلنا شي كلمه انت فقط. نقول لك السلام عليكم ورحمه الله هي الاولى. واولا وقت لكم كنشكروا الناس ديال الدوار كبير وصغير كاملين اللي لبوا الدعوه ديالنا اللي طلبناهم باش نكون عزله على الناس ديال الحمد لله. انتم كما كتشاهدوا ما كاينش اللي بخل علينا بالحضور ديالو، كلشي على قدم وساق الحمد لله، كلشي راهم قدامي معنا. هذا الميساج هذا وهذه الرساله هذه كنبغيو نوصلوها للمسؤولين ديالنا. المسؤولين ديالنا هو بغينا نعرفوا شنو الدور ديالهم، الدور ديالهم كمسؤولين شنو هو؟ واش جالسين على الكراسي فقط؟ هذا الشيء اللي كاين. هيا نزلت غير هاد الشويه ديال الشتا، غير ليله وحده ديال الشتا 12 ساعه نزلت الشتا، هي خسرات لينا الطريق. البارح عاد حبسوا لينا الدراري، حبسوا الطريق هبطوا خرجوهم. صيفطنا فيديو للجروب وصيفطنا للاخوان باش يشوفوا يعرفوا هاد الحاله اللي رحنا فيها. ومع ذلك انهم مسؤولين ما كيحركوش ولو ساكنا والو على هذا الشيء كامل، ما عندهمش غرض بالمواطنين وبالناس والطريق تسرح ولا. الاليات كاينه في الجماعه، شنو كدير الله اعلم، خدامه ما خدامش الله اعلم. الميزانيه ديال المحروقات كتخرج لهم باش يديروا بها شي حاجه ما عرفناش. فاحنا دابا كما كتشوفوا انت الشاهد والدليل على ذلك، انتم كتشوفوا المواطنين والشباب ديالنا ها هما بيديهم وبالانفس ديالهم فهما كيخرجوا الطريق بيديهم. والدليل على ذلك هما واحد السيد عندنا هنا في عمر ديالو 80 سنه. واش غير قولوا لي واش انسان في عمره 80 سنه، واحد في عمره 70 سنه، واحد ها هما خدامين بيديهم باش يفكوا العزله على المواطنين. بالله عليكم قولوا لي هاد المسؤولين شنو الدور ديالهم عندنا في الجماعه، شنو الدور ديالهم؟ واش صوتنا عليهم ووصلناهم باش يجلسوا؟
باش يديروا داكشي اللي بغاو هما. هادشي اللي بغيت نعرف انا، بغيت انا تسالوني شنو الدور ديالهم، شنو الدور ديالهم في في في, في, في الادارات وفي الجامعه ديال كفر، شنو الدور ديالهم؟ السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى الرساله توصل كاع لكاع الاخوان والمناضلين اللي عندهم غيره على الوطن وغيره على البلاد. وتحيه للحضور الكريم وتحيه للاخوان جميعا، والسلام عليكم.